متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. حيكم بأجمل التحية، وهي تحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة وتعالى وبركات من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، سادس أيامنا من ضمن هذا السباق، سباق مهرجان ولي العهد للهجن النسخة الثانية في هذا الموسم. مشاهدينا متابعينا الكرام، سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. متابعينا مشاهدينا الكرام، شوطنا الثالث ينطلق في هذا المساء، سن الإجداع سن الإمتاع، فئة الإبكار، المسافة هي 5 كيلومترات، ما هي إلا لحظات لنوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة، أول المنطلقات وأول الباحثات من أجل الفوز ومن أجل الانتصار الغالي على قلوب الجميع، المقدمة والصدارة هنا الشامخة الشامخة بشعار هجن الرياسة، المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي من خطف الأشواط الرئيسية في مساء هذا اليوم. النقلة والدور، دور المركز الثاني، الاسم القادم الواصلة على المستوى المركز الثاني، بشاير يا بشاير لهجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي على المستوى المركز الثاني، المركز الثالث. مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بشفا نجدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، يتقدم مع انطلاقة شفا نجدة محمد بن هضبان بن سعد المري، يتابع ويراقب هذا الشعار الكبير. المركز الرابع، القدوم في هذه اللحظات، الشايبة الشايبة بشعار هجن الرياسة، المجازف يتابع يراقب هذا الشعار، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المستوى المركز الرابع. المركز الخامس، واختتم بالنداء والقادمة في هذه اللحظات، اوصلت المسكة بشعار هجن الرياسة، المجازف يتابع يراقب المسكة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، ميدان الأول أتمناه على مسامعكم. العودة إلى مقدمة الشوط، مقدمة الشوط، صدارة الشوط اللي مع المقدمة الشامخة بشعار هجن الرياسة، هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، يتابع ويراقب الشامخة على المستوى المركز الأول مع انطلاقة الشامخة الشامخة بشعار هجن الرياسة. المركز الثاني، الوصول في هذه اللحظات والقدوم من بشاير، بشاير يا بشاير هجن الرياسة على المستوى المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن اللي وصلت شفا نجد على المستوى المركز الثالث بشعار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، مع انطلاقة شفا نجد محمد بن هضبان بن سعد المري، يتابع ويراقب شفا نجد، ولكن اللي وصلت
المركز الثاني وعينها في الصدارة بشعار الرياسة المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الحيري والقادمة على المستوى المركز الخامس الوصول بشعار ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي مع انطلاقته الجذابة الجذابة ولكن العودة إلى شعار هجن الرياسة هجن الرياسة مع انطلاقة الشايبة مع انطلاقة الشايبة ولكن شفا نجدة على المستوى المركز الثاني بشعار صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود على المستوى المركز الثاني مع شفا نجدة وثالثا بشعار يجري الرياسة مع بشاير بشاير الظافر علي بن جميل الوهيبي المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات وصلت مهيبة مهيبة وصلت بشعار يجري النايفات فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يتابع ويراقب مهيبة ولكن العودة العودة إلى الشايبة 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 بشعار هجن الرياسة هجن الرياسة المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف المجازف يتابع ويراقب هذا الشعار الكبير شعار الرياسة مع انطلاقة الشايبة الشايبة مع المركز الأول بشعار هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ولكن شفا نجدة بدأت تتحرك على المستوى المركز الثاني بشعار صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مع شفا نجدة على المستوى المركز الثاني ولكن الشايبة 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 وشفا نجدة شفا نجدة والشايبة اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة ولكن الشايبة شفا نجدة شفا نجد الشايبة الشايبة وشفا نجد اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة ولكن الشايبة النقطة الثالثة لأجل الرياسة سلام يا الرياسة سلام دانين والنماس لهذا الشعار الكبير شعار أجل الرياسة مع انطلاقة الشايبة مشكور المجازف مشكور محمد بن عتيق بن زيتون المحيري من قدم لنا الشايبة تاني والنماس مركز الثاني شفا نجد شعار صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن احمد عبد العزيز ال سعود بن محمد بن ربام سعد المركز الثالث شعار هجن الرياسه مع الظافر علي المركز الرابع نار سعيده خامس المركز الخامس نجلة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز سعود مشكور يا ماجد بن حلفان إذا تهانينا والنوماس شعار الشايبة هجن الرياسة النقطة الثالثة لهذا المؤسسة مؤسسة هجن الرياسة في هذا المساء تهانينا والنوماس لمالك الشايبة لهجن الرياسة مشكور يا المجازف مشكور محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم لنا الشايبة في هذا الشوط التوقيت الزمني إذا تهانينا والنماس لمالك شعار هجن الرياسة 7:50 56 جزء من الثاني هكذا توقيت الشايبة هجن الرياسة تهانينا والنماس لهذا الشعار المركز الثاني كان شعار شفا نجد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز 7:51 جزء من الثاني تهانينا والنماس لهذا الشعار المركز الثالث بشاير بشعار هجن الرياسة مشكور يا الظافر علي بن جميل الوهيبي 8 دقائق بالوفاء والتمام 47 جزء من الثانية المركز الرابع كانت شهلولة لهجم النايفات توقيت 8 دقائق ثانيتين 17 جزء من الثانية كذا توقيت شهلولة لهجم النايفات مشكور الهيدي بن محمد بن الهيد آخر رزق العجمي المركز الخامس كان شعار نجلة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز السعود مشكور يا ماجد بن حلفان من قدم لنا نجلة على مستوى المركز الخامس 8 دقائق
ثمان دقائق ثانيتين أربعين جزء من الثاني هكذا توقيت مثلا. تهانينا والنوماس لشعاري هجم الرئاسة على فوز الشايبة بالمركز الأول في شو